المديرة العامة النائبة لشركة شادية للمياه قامت بزيارات تفقدية لسهاريج المياه في داخل مدينة أم جرس بهدف معرفة القدرة الإنتاجية لهذه السهاريج لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان مدينة أم جرس. تقرير الزميل محمود الفيل. إن توفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين أمر في غاية الأهمية، مما جعل الحكومة وشركائها في التنمية يولون المياه اهتماما خاصا عبر الوزارة المعنية وزارة المياه والصرف الصحي. وفي نفس الموضوع يجيء هذا الاجتماع الذي ضم عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين والتقليديين، وذلك بهدف تحويل خدمات المياه الصالحة للشرب بمدينة أم جرس للشركة التشادية للمياه STA بعد أن كانت سابقا تحت رعاية البلدية، وذلك بقرار وزاري رقم 14 الصادر بتاريخ 21 من شهر فبراير عام 2017. من جانبه عمدة بلدية مدينة أم جرس عبود هاشم بودر قال في كلمته بأنهم منذ 7 سنوات كانوا يشرفون على إدارة مياه المدينة وتوفيرها للسكان، وقد لاقوا خلالها عدة صعوبات تتمثل في قلة المياه اللازمة للعمل، بالإضافة إلى نقص في تدريب الكوادر المؤهلة في هذا المجال، موجها شكره للإدارة الجديدة من أجل الاستمرار في العمل بغية توفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين، مناشدا سكان المدينة على دفع الفواتير الشهرية مما يمكن الشركة التشادية أن تقوم بواجباتها على النحو المطلوب. بعد ذلك عقبته المديرة العامة النائبة للشركة التشادية للمياه السيدة كبرى حسين إتنو التي قالت أن توفير المياه الصالحة للشرب لجميع أقاليم البلاد تعد من أولويات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وأن الماء يعتبر عاملا أساسيا من عوامل الفرد في المجتمع، طالبة من جميع المعنيين بأمر المياه في المنطقة تكثيف الجهود حتى تتوفر المياه للسكان. هذا وعقب ذلك توجهت المديرة والوفد المرافق لها برفقة عمدة البلدية إلى مقر مركز المياه، وهنا وصولها تفقدت المديرة أقسام المركز واستمعت إلى شرح مفصل من قبل رئيس المركز إدريس عبد الرحمن سكر الذي سرد العديد من المشكلات التي تواجه المركز، أبرزها قلة بعض المستلزمات الأساسية